بادئه جدا بكل بساطه لكن بدون تقسيم الامور. هنتعبر قبل ما ندخل في الكتاب الرسمي، نعبر عن اسفي والمي بما حصل في اجتماع البارحه. الاسف بتاعي رغم محاولة تبسيط ما حدث من بعض الإخوان، أعتبر أن خطورة ما حدث هو مرتبط بموضوع الندوة وبمحورها الأساسي اللي هو مقاومة العنف والإرهاب. يعني تأكد وأن بعض الكلمات هي أخطر من اللكمات. نطالب بكشف كل تفاصيل هذه الجريمة النكرة وتقديم المتورطين فيها على العدالة، وحتى تظل هذه التضحية حية وذكرى الدم المسفوح غدرا ضوءا أحمر لا يمكننا بأية حال وتحت أي ظرف أن نسمح بتكراره. فإننا سنساند كل الإجراءات التي ستقررونها لجعل يوم 6 فيفري من كل عام يوما وطنيا لمناهضة العنف والإرهاب.